أقر مجلس الاستثمار المصري مجموعة من القرارات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية وتنشيط البورصة المصرية، كان أبرزها قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات. لكن ما هي أبرز مرتكزات هذه القرارات؟ نتابعها في العرض التالي. نبدأ أولا مع أبرز ملامح قرار المجلس الأعلى للاستثمار. هناك إعفاءات ضريبية، تخصيص أراضي، تنشيط البورصة ومتابعة المستثمرين. نذهب أولا ونفسر طبعا وندخل في أبرز ملامح الإعفاءات الضريبية الجديدة في مصر. تم إعفاء مشاريع الاستصلاح الزراعي الاستراتيجية والتي تصدر وتستورد مثل القمح، أيضا إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات بالنسبة للاستثمار الزراعي في الصعيد بطرف طبعا لتنشيط هذه المنطقة الحيوية، أيضا إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات بالنسبة لصناعات السلع الاستراتيجية مثل السكر والأدوية وأيضا حليب الأطفال. ثم أيضا أن يتم هناك تصالح ضريبي مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه المشاريع والتي لا تمتلك طبعا ملفا ضريبيا. ما هي أبرز قرارات تخصيص الأراضي؟ سوف يتم تخصيص أراضي صناعية مرفقة في الصعيد مجانا. ثانيا سيتم تخفيض سعر الأراضي بنسبة 35% بالنسبة للأراضي لمدة 2 شهر، وسيتم تطبيقها ذلك قبل نهاية 2016. أيضا سيتم خفض سعر الأراضي بنسبة 25% بالنسبة للأراضي العاصمة الإدارية ومدن شرق بورسعيد، وذلك بهدف تنشيط الاستثمار في هذه المنطقة. ثم أخيرا سوف يتم تسعير وإعادة التسعير بالنسبة للمدن الجديدة بالصعيد على أن يكون سعر المتر هو 500 جنيه للمتر الواحد. نتحدث هذه المرة ونلقي نظرة عن قرارات التي من المنتظر أن تنشط البورصة في مصر. أول قرار سيتم طبعا طرح شركات حكومية جديدة، حيث سيتم زيادة في عدد الشركات المنتظر أن تطرح في البورصة المصرية، وأيضا سوف تكون هناك تأجيل لضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات، ومن المنتظر أن يكون لها آثار إيجابي لهذه الخطوة على شهية التداولات والاستثمارات في البورصة المصرية. ماذا عن قرارات دعم البيئة الاستثمارية في مصر؟ كان لدينا أولا سيكون هناك طبعا إنشاء شركة لترويج الاستثمار سواء داخليا وخارجيا بالنسبة لمصر، أيضا تكوين لجنة لمتابعة الشكاوي، ولدينا أيضا سيكون هناك القيام بدراسة لمعوقات أو طبعا جوانب معوقات الاستثمار في مصر بهدف طبعا تشجيع الاستثمارات الأجنبية الاستثمار سواء داخليا وخارجيا، وأيضا سيكون هناك طبعا التوجه بفض المنازعات خلال 15 يوما وذلك مع المستثمر. ما هي القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس طبعا الاستثمار المصري؟ نلقي عليها نظرة. سيكون هناك تفعيل لمشاركة القطاع الخاص والعام بخطوة لتنويع الاستثمار والاقتصاد، وأيضا بحث عن تمويلات جديدة. أيضا سيتم هناك إنشاء طبعا مجلس قومي للمدفوعات وبهدف خفض استخدام النقد خارج البنوك. طبعا هذه القرارات التي تحدثنا عنها، ما هي أهدافها استراتيجية؟ نتحدث أولا عن المساهمة في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في دولة مصر العربية، أيضا سيكون هناك تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحريك طبعا عجلة الاقتصاد في مصر، ثم تحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة الاستدامة لدولة مصر، وأخيرا تعزيز ترتيب مصر طبعا على المؤشرات العالمية. إذن كانت هذه أبرز ملامح وأيضا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مصر.